أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية يوما عن الآخر، ولعل ما أشعل الصراع موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية. عن تداعيات هذا القرار الأمريكي يكون حديثي مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، والذي نتحدث معه أيضا عن مطالبات أوكرانيا للناتو باتخاذ خطوات ملموسة خلال القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي لضمها إلى الناتو، وموقف فنلندا بعد أوامر روسيا بإغلاق قنصليتها. أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا. نبدأ بالرئيس الأمريكي الذي وافق على إعطاء أوكرانيا ذخائر عنقودية. انعكاس هذا على أرض المعركة يا أستاذ عبد الحليم؟ قبل الانعكاس على أرض السلاح يجدر التأمل أقوال الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال أنه كان القرار صعبا جدا، ثم برر اتخاذ القرار أخيرا بالموقف في أوكرانيا، أنه ذخائر أوكرانيا أو ذخائر التي سلمت لأوكرانيا تكاد تنفد، وأنه هناك هجمات روسية عنيفة. فمن هنا نفهم أنه رد الفعل الروسي أنه إمداد واشنطن لأوكرانيا بالذخائر العنقودية هو علامة يأس. يأس من إيه؟ من إمكانية التقدم في الوضع الحالي. ونحن نعرف أن إجمالي أقوال الغرب وأوكرانيا وغيرها في نتائج ما يسمى الهجوم المضاد تتراوح ما بين البطء، التباطؤ، التعثر، وأنه ده هجوم تجريبي في الآخر. قالوا ما تاخدوش في بالكم، إحنا هنعمل هجوم تاني. فالهجوم الآخر هيستخدم القنابل العنقودية. طبعا القنابل العنقودية محرم استخدامها دوليا، وفي اتفاقية من عام 2008 وقعت في أوسلو ضمت إليها 120 دولة. ليست من بين هذه الدول لا أمريكا ولا روسيا ولا أوكرانيا ولا الهند ولا الصين وعديد من الدول الأخرى. الاتفاقية تحرم إنتاج واستخدام، إنتاج وبيع وشراء واستخدام. الموقف ببساطة يعكس بالدرجة الأولى أنه أمريكا لا تبالي بأي اتفاقات دولية، وهي ذاتها استخدمت القنابل العنقودية في حرب العراق وفي حرب أفغانستان وفي غيرها، وهي طبعا الدولة الوحيدة على خريطة المعمورة التي استخدمت قنابل نووية في لحظة يأس من إمكانية هزيمة اليابان في نهايات الصراع. ولكن لحظة اليأس أيام اليابان يا أستاذ عبد الحليم يعني أدت إلى كارثة. هل ستؤدي هذه الذخائر العنقودية إلى كارثة؟ الذخائر العنقودية طبعا ليست ذخائر نووية، هي بالطبع يعني لها تأثيرات كبيرة جدا، لكن هناك شكوك في إمكانية أن تغير الموقف العسكري. ليه؟ لأنها استخدمت بالفعل في حرب أوكرانيا، يعني سواء من قبل أوكرانيا أو من قبل روسيا، وروسيا لديها طبعا مخزون هائل هي الأخرى من الذخائر العنقودية. يعني استخدمت بالفعل، استخدمت بالفعل، يعني في إطار شكاوى الطرفين من تجاوز كل طرف للقنابل المحرمة دوليا جرى الحديث أكثر من مرة عن الذخائر العنقودية والذخائر الفوسفورية وغيرها. الذخائر العنقودية هي ببساطة قنبلة من نوع خاص حاوية فيها 600 قنبلة بيلي كده بتطلق وبتصل، بعضها بينفجر وبعضها الآخر لا ينفجر، تتفاوت نسب الذي لا ينفجر، ومن ثم تظل كما لو كانت ألغاما تؤذي أجيالا بعد أجيال. هي دي سر التحريم، يعني مش قوتها التدميرية الهائلة، هي قوتها التدميرية مجمعة، إنما هي ليست كفيلة بأن تحدث تغيرا في الموقف لسبب بسيط، ولا حتى F-16 كفيلة بأن تحدث تغيرا في الموقف ولا غيرها لسبب بسيط. الطرف الآخر يملك نظير هذه الأسلحة، لكنها تبرز مدى نفاق الطرف الغربي عموما في الحديث عن المحرم دوليا أو المحلل دوليا أو مراعاة القانون الدولي. ما في شيء. عندما قال الرئيس الأمريكي كان قرارا صعبا، هل يعني هذا أنه هناك مؤسسات داخل الولايات المتحدة كانت تعارض قرار الرئيس الأمريكي؟ لا، هو القرار ورد عليه من البنتاغون. القرار مبني على أنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه عندنا معدلات ضعيفة من الذخائر الأخرى
الذخائر نفدت، يعني كل الكلام الذي دار، الذخائر التي يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة لأوكرانيا نفدت، نفدت معدلات ما عادش، يعني ما يوصل الأمر لأنه يتقال أن الجيش البريطاني لم يبقى لديه سوى 40 دبابة. يعني بريطانيا التي كانت عظمى، يعني كانت لا تغرب عنها الشمس، هي لا تشرق عليها الشمس الآن، عندها 40 دبابة، يعني يعني 12 فرقاطة، يعني يعني نفد السلاح الغربي. يعني في إمكان، يعني هذا يبرز إلى أي مدى فكرة الإنهاك المتبادل، فكرة الاستنزاف المتبادل أثرت على أي طرف أكتر. لأنه يعني مثلا الكلام في نفس الخبر، كلام العسكري البريطاني اللي تحدث عن ان احنا عندنا 40 دبابة، بيزعم ان روسيا فقدت في اوكرانيا 2000 دبابة، لكن عندها في الاحتياط 2000 دبابة تانيين. يعني انت عندك فرق كبير جدا بين الطرفين في امكانية الصمود في هذه الحرب ذات الطابع الاستنزافي. ومن ثم التحول طبعا صاخب درامي في أطراف غربية. بريطانيا ذاتها قالت لأنها منضمة للمعاهدة، قالت أنها بتعارض استخدام القنابل العنقودية، وكندا وألمانيا وكندا وغيره. لكن هو في النهاية يعني يمكن لطرف أن يقول أنه يعارض وطرف أنه يؤيد في إطار توزيع أدوار. الأدوار وامتصاص والهيومان رايتس ووتش، يعني هذا في إطار فكرة توزيع الأدوار، واحد بيقوم بدور الشرط الطيب وواحد بيقوم بدور الشرط الشرير. يعني هذا أمر مألوف جدا في الصياغة الغربية، لكن القايمة على المعايير المزدوجة وعلى النفاق عموما في الحديث عن قيم أو حريات أو ديمقراطية. وصل هذا الأمر إن جيك سوليفان مثلا مستشار الأمن القومي والصحفيين يسألونه عن الذخائر العنقودية ومحرمة دوليا وكده، قال لي شوف يعني تأمل طبيعة الرد العنصري تمام، قال هي ليست ذاهبة للاستخدام في الشرق الأوسط، يعني يعني ما يعني 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 أوكرانيا هتتأنى في استخدامها لأن دي هتؤذي المواطنين الأوكران نفسهم. وكأنه يقول بعبارة أخرى زي عبارة منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لما اتكلم عن أوروبا باعتبارها الحديقة وجنبها أفريقيا الغالب. يعني هذه الأفكار العنصرية أحيانا بتتسلل لحافة النطق بطريقة تلقائية يعني. لكن هي في مجرى الحرب الأوكرانية أنا لا أعتقد أنها ستنطوي على تحول كبير ولا إمكانية كما غيرها من الأسلحة الغربية المقدمة من كافة الأنواع، لكنها تغري باعتقاد أنه هذا الاندفاع الأمريكي لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية قد يعني أن بوسعها أيضا تزويدها بذخائر نووية. هناك نوع من اليأس من إمكانية كسب الحرب أو كسر الطرف الروسي او اضعافه، كما هو هدف الحرب. ميدفيديف الذي قال انه الحرب من الممكن ان تنتهي بسرعه عن طريق المفاوضات او عن طريق الاسلحه النوويه. يعني هو طبعا ميدفيديف يمثل في التكوين الروسي الطرف الاكثر تشددا يعني، وهو يلعب هذا الدور. طيب هل تعتقد استاذ عبد الحليم ان اوكرانيا ستستخدم هذه الذخائر العنقوديه في حربها مع روسيا ولا للهجوم على اراضي روسيه؟ يعني الكلام المعلن الذي لا يصدقه أحد، الذي قال وزير الدفاع الأوكراني أننا أعطينا تعهدات بأنه لا تستخدم في الهجوم على أراضي روسيا وإنما في ميدان الحرب، أي في المنطقة التي تسيطر على روسيا في الأربع مقاطعات زائد شبه جزيرة القرم. لكن لا أحد يصدق ولا أحد يتوقف، لا الروس يصدقون ولا يتوقفون ولا غيرهم يتوقف يصدق. المهم أن هذه الحرب بإباحة، يعني هنا في إباحة لاستخدام هذه الأسلحة، بمعنى أنه في مرات سابقة قيل أنه روسيا استخدمت ذخائر عنقودية وأنكرت روسيا. روسيا ليست بحاجة لإنكار الآن، لأن الطرف الآخر هو الذي بدأ التحول إلى ذخائر العنقودية. فمن ثم الحرب مفتوحة وبالأسلحة المتاحة نفسها، إلى الآن هي مسقوفة بحدين أنها تجري في جغرافيا أوكرانيا وأنها تحت السقف النووي. هل سيظل هذا الوضع قائما؟ أنا تصوري لا إمكانية لعبور السلم إلى خطوة أعلى اللي هي الخطوة النووية. طيب ننتقل بقى إلى مطالبات الرئيس الأوكراني لدول حلف الناتو باتخاذ خطوات ملموسة خلال قمتهم الأسبوع الجاري لضم بلاده للحلف. ما فرص ذلك؟
يعني طبعا من المؤكد عندي ان اجتماع الحلف في 10 و11 يوليو الجاري في عاصمة ليتوانيا لن يسفر عن ضم اوكرانيا للحلف. عرض وجود اوكرانيا في الحلف امر قائم من عام 2008 دونه نزاع المستمر مع روسيا من شبه جزيرة القرم الى الحرب الحالية. الفكرة الاساسية انه رسميا لا يمكن ضم اوكرانيا للحلف لانها بلد في نزاع حربي، وهذا ما تحرمه قواعد الانضمام الى حلف الاطلنطي. انما السؤال نحن ننوي ضم اوكرانيا بعد انتهاء الحرب. طيب الى ما تستمر الحرب لا احد يعلم. الشيء الاخر انه كان الطرف المهيمن في القصه الاطلنطي كلها حلف شمال الاطلنطي هو الطرف الامريكي. من الواضح حسب التصريحات جو بايدن مثلا تكلم عن انه نحن لا نريد ان نستثني اوكرانيا من اي شرط، سنعاملها زي اي دوله اخرى. اذا عملها زي اي دوله اخرى طلبت الانضمام للحلف فلن تنضم اوكرانيا لا بعد الحرب حتى بعد الحرب، لانه القضيه ببساطه ان امريكا تتحرك بحيث تحافظ على خيط افتراضي رفيع اللي هو عدم التورط المباشر مع روسيا في حرب ستكون نوويه بالطبيعه. طيب ومن ثم فانه ضم اوكرانيا حلف اطلنطي يساوي الدخول في حرب عالمية ثالثة نووية الطابع. إذا ما شكل الدعم الذي سيقدم لأوكرانيا من خلال هذه القمة؟ من خلال هذه القمة كل دول الأطلنطي ودول أخرى حليفة بمجموع 50 دولة قدمت كل ما يمكنها تقديمه إلى أوكرانيا. يعني ما فيش حاجة اتعزت على أوكرانيا. أي سلاح يملكه هذا الغرب إلى حدود استنزاف الذخائر جماعها قدمت. يعني هذه الدول نفسها. اما الرئيس الامريكي يتكلم عن ان احنا ما عادش عندنا ذخائر تانية نديها لاوكرانيا، فنديها بقى المخزون الهائل ده بلايين يعني مليارات القنابل العنقودية اللي مرمية في مخازننا نتخلص منها. فهنا وفي النهاية من يقتلون؟ الذين سيقتلون اما ان يكونوا روسا او اوكران. فأمريكا تحارب في أوكرانيا حتى آخر أوكراني لا يعنيها. والكلام الذي قالوه عن أنه احنا طلبنا من أوكرانيا أن تبلغنا في كل مرة تستخدم فيها القنابل العنقودية أين استخدمتها ومتى عشان بعد الحرب ننظف المائدة يعني فكلام الحقيقة للاستهلاك العبثي يعني ما حدش يقدر يصدق او يتعامل مع هذا الكلام. المهم ان الحرب مفتوحه بلا قيد ولا شرط الا الشرط النووي، وانه هذا الامداد الغربي بكل الاسلحه محرمه كانت او محلله لن يصل الى فكره تغيير المصائر النهائيه للحرب وان اطال مداها. ومن المؤكد انه سيطيل مداها لانه السجال العنقودي ده سوف يحدث خسائر أكبر عند الطرفين. هناك أيضا مخاوف من كارثة نووية في أوكرانيا بتتعلق بزابوريجيا. طبعا حذر مسؤولون حكوميون السكان من الاستعداد لحالة طوارئ نووية، لأن هناك مخاوف من احتمال مهاجمة محطة الطاقة النووية. طبعا أوكرانيا تتهم روسيا بهذا، يعني بأنها هتهاجم هذه المحطة، وروسيا تقول أنه من يخرب هي أوكرانيا. ما طبعا في اتهامات، في اتهامات متبادلة، لكن من الجدير بالنظر تأمل الاتهامات الأوكرانية. الاتهامات الأوكرانية بتتكلم عن، وهذه الاتهامات لم تصدر فقط عن مسؤولين أوكران، صدرت عن الرئيس الأوكراني أكثر من مرة. شوف منطقها إيه؟ منطقها إن إحنا لاحظنا وجود أجسام تشبه المتفجرات داخل المحطة. اتنين، إن إحنا لاحظنا انسحاب فنيين روس من المحطة. واحد واثنين يساوي ايه؟ يساوي ان الروس ينوون تفجير المحطة عن بعد. وكالة الدولية للطاقة الذرية ارسلت وفودها الى هناك وقالت انه لا وجود لمتفجرات ولا اشباه متفجرات ولا اي شيء اخر. الهدف ببساطة شديدة جدا ان اوكرانيا تتصور ان بوسعها او انه من اهدافها القريبة جدا اعادة الاستيلاء على محطة زابوريجيا النووي. هذا هو الهدف. ومن ثم فلابد من إطلاق موجة كثيفة جدا من الدخان والغبار
تسبق إمكانية حدوث كارثة في المحطة نتيجة الهجوم الأوكراني عليه، تحسب. والطرف الآخر أيضا يفعل ذلك، اللي هو الطرف الروسي. فأعتقد أنه إن كان أحد قد اكتشف من الذي فعلها في سد كاخوفكا، فبوسعه أن يكتشف من الذي سيفعلها في محطة زابوريجيا النووية، مع العلم أن أضرار المحطة النووية ستصيب على الأقل 7 دول أوروبية بإشعاع كثيف جدا نووي يعني. ومن ثم فإن هذه هي المعادلة الآن، اللي هي إيه؟ اللي هي الحقيقة أول ضحايا الحروب. ومن ثم فإنه السجال النووي ده أو السجال حول مصير محطة زابوريجيا متصل من وقت مبكر في الحرب، لأن من المعروف أن المحطة كانت من أوائل الأماكن التي استولت على روسيا عليها روسيا في حملتها العسكرية الراهنة من 500 يوم. فهذه هي الحقيقة. فسيظل هذا السجال، ومفترض أن الطرف الغربي يدعم الدعوة الأوكرانية، وللأسف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدعم هذه الدعوة الأوكرانية، وقالت ببساطة أن هذه أنه لا يوجد أوهام وتهيؤات مش أكتر، أو أكاذيب. هي أكاذيب طبعا، لكن هي دي الفكرة يعني. الشيء الجوهري في القصة كلها أنه الغرب مصدوم من نتائج، دعنا نصفها بالموجة الأولى من الهجوم المضاد كما يحب الأوكراني الآن أن يصفه، إن الموجة الأولى آلت إلى خسران مبين. كلام بقى عن قرى وعزب وبتاع أو إنكار، أو كلام عن التقدم إلى بخمت، مع الخلط طبعا الكلاسيكي ما بين بخمت نفسها أو جوار بخمت أو أطراف بخمت أو كذا. يعني هل يشعر الغرب بالخذلان من أوكرانيا؟ طبعا الغرب دفع 500 مليار دولار على الأقل إلى الآن في المعونات المالية والعسكرية وبتاع، صفقة خاسرة يعني. هذه أكبر خيبة، لأن أنت دلوقتي راجع كل الكلام عن الإعداد للهجوم المضاد وماذا سيفعل والاثناشر لواء والتقدم إلى كذا وكذا. هم طبعا نقلوا المزاد الآن بعد فشل المرحلة الأولى أو الموجة الأولى من الهجوم المضاد، نقلوا المزاد إلى الذخائر العنقودية الكفيلة بتغيير وجه الحرب. هي كانت كفيلة بتغيير وجه الحرب إذا يعني تأثيرها العسكري في ضحايا أكتر أكيد، لكن كمان هي ليست كفيلة بتغيير وجه الحرب، لأنها ليست العنصر الوحيد المؤثر خاصة مع امتلاك الطرفين لذات السلاح. صحيح يعني هي كانت كفيلة بتغيير وجه الحرب لو كانت أوكرانيا تحارب دولة أخرى يعني هي لو أوكرانيا بتحارب ليتوانيا مثلا كان ممكن تغير وجه الحرب، لكن هي بتحارب روسيا. روسيا أيضا عندها بلايين القنابل العنقودية، ودلوقتي خدت ضوء أخضر من كل العالم إنها بتواجه بالقنابل العنقودية، فعليها أن تواجه بذات السلاح. فأنا أعتقد أن هذا يعني، دعنا ننتظر الأسابيع القادمة أو بدء الموجة. هم يدعون أنهم بدأوا هذه الموجة بثلاثة ألوية فانيت جميعا أو ب30% من قواتهم في قول آخر. إحنا في انتظار 70% التالية يعني، لأنه ببساطة شديدة جدا الوضع، تحليل الغرب ورؤية الغرب لما يجري على الجانب الروسي، الحقيقة أصيبت بارتجاج في المخ، خاصة مع ألعاب كثيرة منها قائد فاغنر. هو موجود في بيلاروسيا ولا موجود في روسيا ولا موجود فين يعني. ومن ثم فإن التحليلات والمراقبات التي بنيت ويليام بيرنز لما يتكلم مدير المخابرات المركزية الأمريكية أن احنا بنجند روس، هو في حد بيجند وبيقول أنا بجند يعني، في نوع من انكشاف الأوراق. وهذا مما يدعم في تصوري ادعاء روسيا من البداية بأن هذه حرب عالمية الطابع، تشارك فيها يشارك فيها حلف الناتو وأصدقائه، الهدف منها إضعاف روسيا أو تفكيك. تراكم هذه المؤشرات يدعم الدعوة الروسية. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل أستاذنا وكاتبنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، ونراك على خير إن شاء الله قريبا.